حاجتين بيني وبينكم، انا عمال افكر، انا اسف انا معلش انا طولت شويه، لكن انا عايز افكر مع حضراتكم بس تفكيره كده بسيطه. هو ليه مش جهاد كابتن جهاد جريشه مش السبب الرئيسي في ان احنا نخسر الماتش؟ انا عمال افكر من ساعتها وعمال اقول ان هو مش السبب. طيب خلاص الجهاز الفني تمت اقالته او اقاله مستر مارتن لاسارتي والكلام ده كله. طيب هو لو الكابتن جهاد جريشه كان حسب ضربه الجزاء مش كانت نتيجه الماتش هتتغير ولا لا؟ او لو حسب دي ايه ده؟ لا بقى معلش انا اسف، كابتن جهاد جريشه سبب رئيسي في خساره النادي الاهلي امبارح. لا معلش انا اسف بقى مره تانية اهو، تخيلوا حضراتكم ان دي ما اتحسبتش ضربه جزاء. لا يا جماعه معلش تعالى لي يا سمير بقى ثانيه واحده، تعالى لي، انا اسف جدا يا جماعه، الكابتن جهاد جريشه كان سببا رئيسيا في خساره النادي الاهلي امبارح. انا اسف ان انا قلت ان هو كان سبب من الاسباب، لا كان السبب الرئيسي في خساره النادي الاهلي. ايه ده يا جماعه ده ضربات جزاء واضحه وضوح الشمس، واحد واثنين وثلاثه، الثالثه عليها كلام، لكن ادي اثنين اهم قدام حضراتكم، واحده جايه في ايده على الارض والثانيه عامل مشانكل لحسين الشحات اهو، مشانكل دي قديمه قوي. وقع حسين الشحات. لا الكابتن جهاد جريشه كان سببا رئيسيا في خساره النادي الاهلي امبارح، وبقولها بالفم المليان، وبقولها وانا واثق جدا بالكلام اللي انا بقوله، وبقولها وانا شايف ان كابتن جهاد جريشه كان له دور رئيسي في خساره النادي الاهلي امبارح، زي ما كان له ادوار مختلفه في خساره النادي الاهلي في الايام السابقه.